خلينا نبدأ مع حضرتك، وعايزين نوضح لكل المشاهدين ايه هي بطانة الرحم المهاجرة واسبابها ايه؟ تمام. طيب احنا البطانة المهاجرة دي او اللي هي الاسم الطبي بتاعها هو الاندوميتريوسيس، احنا بنسميه المرض اللعين، بيقرفنا قوي في العلاج وفي اللي هو برضو للمريض برضو ان هو مرض مزمن وللأسف ما بيبقاش ليه علاج نهائي. ليه نظريات كتيرة قوي سبب مجيئه، وكثرة النظريات تعني ان مفيش واحدة منهم مؤكدة. تمام. فاحنا مش عايزين نضيع وقت الحلقة نقول اسبابه ايه، ولكن هنقول ايه طرق تشخيصه. تشخيصه تمام. وامتى نشك ان احنا عندنا بطانة مهاجرة، وايه تشخيصها وايه علاجها. تمام. البطانة المهاجرة هي ان ربنا خالق سبحان الله الرحم في بطانة داخلية. البطانة ديت لو انا عندي اوضة زي الموكيت اللي بيغلف الأوضة من جوه، جدران الأوضة كلها، جدران الأوضة من جوه. ده مع كل دورة الموكيت دوت بيضمر وينزل في صورة دم، دم الدورة كل شهر. تمام. فبينزل الطبيعي ان هو موجود جوه الأوضة، بينزل من باب الأوضة اللي هو عنق الرحم، ينزل على المهبل في صورة الدورة الشهرية. فيبقى احنا مكانه الطبيعي جوه الأوضة، مجلد الاوضه، جدران الاوضه وارضيه الاوضه كلها مغلفه بالموكيت ده. تمام. طب يعني ايه مهاجره؟ يعني مش موجوده في مكان غير مكانها. مكانها داخل الرحم. في الحالات الغير طبيعيه تكون موجوده خارج الرحم. فين؟ في عضله الرحم، في وسط الحيطه بتاعه اللي اسمها ادينوميوزيس، بره على الانابيب قناه فالوب، على الرحم، على الحوض، على المبايض، بتعمل حاجه اسمها تشوكليت سيست، اكياس الشوكولاته، انها بتنزف. في بعض الحالات العنيفه بتكون في القولون وفي الشرج. في ستات كتيره جدا اثناء الدوره الشهريه بتنزف من الشرج، بيفتكوها بواسير الاول. لكن طالما ان ما بتحصلش الدم بينزل غير اثناء الدوره، يبقى دي بطانه مهاجره اصابت الشرج. وهو المرض ده ليه فور ستيجز، اربع مراحل. مرحلة أولى، تانية، ثالثة، رابعة، بالترتيب تصاعدي كل ما هي بتزيد. طيب ففي الطبيعي إن لما بينزف الست جوه الرحم وبينزل بره، الدم بنتخلص منه. تمام. لكن لما بينزف جوه البطن داخلي بقى، داخلي، فهذا الدم بيتجمع، يعمل في المبيض مادة زي الشوكولاتة، زي النوتيلا، ساحة الدم القديم. فبالتالي هذه المادة بتعمل التهابات وتعمل التصاقات. فالتصاقات تلزق القناة فالوب، تسد قناة فالوب، تعمل تضخم في المبايض. وحتى لو ما سدتش قناة فالوب، هذه البطانة المهاجرة بتفرز مواد كيميائية بتمنع الحيوان المنوي والبيضة يخصبوا بعض. وهو ده سبب عدم حدوث الحمل معاه. فالاندوميتريوسيس أو البطانة المهاجرة بتمنع حدوث الحمل عن طريقين، عن طريق الالتصاقات وانسداد قناة فالوب، وعن طريق الافرازات الكيميائيه اللي بتفرزها حتى لو الانبوبه سالكه. كده تقول لك انا عملت اشعه صبغه والانابيب سليمه. ده مش معناها ان هي ما عندهاش اندوميتريوسيس، ان ممكن يكون عندها بطانه مهاجره ولكن القناه سالكه، ولكن المواد الكيميائيه اللي بتفرزها هذه البطانه هي اللي بتمنع الحيوان المنوي والبيضه، بتمنع التخصيب. فبالتالي الاشعه الصبغه او اشعه الزيت بيسموها لا تؤكد او تنفي وجود البطانه المهاجره. وعشان كده الفرق ما بنقول ما بين الاشعه الصبغه او الزيت والمنظار البطن التشخيصي. منظار البطن افضل بكثير، عشان اشعه الصبغه بتبين اذا كانت الانبوبه سالكه او مسدوده فقط. ولكن المنظار البطن التشخيصي بيضيف ليها اذا كان في التصاقات واذا كان في بطانه مهاجره ام لا. عشان تشخيص البطانه المهاجره هيدخلنا في سكه تانية خالص في العلاج. طيب تمام. ده لما دخلنا في التشخيص بقى، ازاي طرق التشخيص؟ لا، نتكلم على الاعراض الاول. على الاعراض معلش نرجع كده. الاعراض طيب ايه هي؟ نشك ان في بطانه مهاجره. الام مبرحه اثناء الدوره، ولكن نقف عند النقطه ديت عشان في مشاهدين كتير بيسمعونا دلوقتي وبنات كتير هتنزعج. ان 99% من السيدات بيجيلهم الام اثناء الدوره، وخاصه البنات. وكلمه الم دوت فيري فاريبل، يعني مقياس الالم من مريض لمريض. يعني ممكن واحد حمول قوي يستحمل الم جامد قوي، ممكن واحده بنت دلوعه بسيطه مرض خفيف تقول لك انا عندي بطانه مهاجره. لا، فعشان كده مش عايز ان انت عشان بطانه مهاجره نجري نقول كلنا يحصل لنا بانيك وانزعاج ونروح الدكاتره عندي بطانه. لا، يعني هو ده من اعراضه، ولكن الالم المصاحب للبطانه المهاجره زي ما انت قلت في المقدمه، معلومات قويه، برافو عليكي، مذاكره قبل الحلقه، ان بيزيد مع الدوره. ليه بيزيد؟ ما احنا قلنا انها بتنزف بره الرحم. فلما بتنزف اول يوم نزفت شويه، تاني يوم نزفت اكتر، تالت يوم. في الطبيعي الدم ده بينزل بره من المهبل، ولكن في البطانه المهاجره بيدخل جوه.
فاليوم بعد يوم الدم بيزيد جوه أكتر فالألم بيزيد. فيبقى الدور الألم الدورة الطبيعية بتتحسن يوم بعد يوم في الدورة، أما الألام المصاحبة للبطانة المهاجرة بتزيد يوم بيوم بعد الدورة، مع ألام مبرحة أثناء العلاقة الزوجية بعد الجواز بسبب التصاقات اللي بسبب التصاقات. برضو نفرق ما بين إن في حاجة لحديث الزواج تشنج مهبلي بيحصل بيعمل ألام سطحية مع العلاقة الزوجية، ده ما يقلقناش، لكن الألم اللي مع العلاقة الزوجية بتاع البطانة المهاجرة بيكون عميق في البطن جامد جدا، دي بتسبارونيا بسميها أو ألم عميق.